السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وإعلان جديد. جبت لكم إخواني واحد الشركة سميتها داتا بروتكت سيكوريتي ان اور كوميتمنت. هذه الشركة حاطة إعلان ديال تضيف عدة مناصب في عدة تخصصات وفي الدار البيضاء. وهذه الشركة إخواني نوريكم تعريف ديال الشركة شنو كدير. داتا بروتكت اي اون انتربريز سبيسياليزي اون سيكوريتي دو لانفورماسيون فوندي بار علي عزوزي اي اون اكسبير اون سيكوريتي دو لانفورماسيون ايون من بليزيور بروجي دو كونسي اي لانتيغراسيون دو سوليسيون دو سيكوريتي او ماروك اي ا ليترونجي. يعني هذا هو تعريف ديال هاد الشركه هذه. وكطلب بزاف ديال لي بروفيل منهم اخواني. هاد لي بروفيل غنوريو لكم. اول بروفيل اخواني هو بروديكت اونر، يعني فيها الذكور واناث، الكونترا سي دي يعني كونترا دو ترافاي اندرتيرميني. هذا البروفيل اي اون اون اكسبيريونس دو 3 زون دا مينيموم سور دي بروجي ديجيتو جيستيون دو بروجي ايتي. لي انجينيور دافير سينيور فيهم ذكور واناث. الكونترا هو سي دي اي ا بارتير دو 3 زون ديكسبيريونس دون لا فونت دي سوليسيون دو سيبر سيكوريتي دي زانفور دي فورماسيون او دي بلاتفورم ديجيتال. بالنسبه للبروفيل الثالث لي ادمنستراسيون هابينيس اوفيسيي فيهم لي ذكور واناث. النوع ديال الكونترا سي دي يعني كونترا دو ترافاي اندترميني شارجي دو لاب لو لا بريباراسيون دي دوسي ادمنستراتيف دي زابيل دوفر بيبليك. بروفيل الاخير اخواني ستاجي ايون باك بلس 5 دو غروند ايكول دو كوميرس اي دو جيستيون اوبسيون ماركتينغ افيك ايديالمون دان بروميير ستاج دون لو بنشمارك اي لا في كونكورونسييل. يعني هادو هما لي بروفيل اخواني، هما الانواع ديال لي كونترا وليكز اكسبيريونس اللي طالبينهم. وفي الاخير اخواني رحت لكم الرابط ديال الايميل اللي غترسلوا فيه السي في ديالكم. وقبل ما تصيفطوا السي في البلاصه ديال لوبجي ديال الايميل اولا ديال الجيميل غتحطوا البروفيل اللي نتوما عندكم ليكسبيريونس فيها. كاين هاد ربعه ديال لي بروفيل، غتحطوا بروفيل اللي نتوما فيه عندكم فيه ليكسبيريونس وترسلوا السي في ديالكم في هاد الجيميل اللي غنحط لكم في صندوق الوصف. كنتمنى لكم التوفيق اخواني. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك واشتركوا وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.